تعالوا نروح بقى لملاعب الناشئين في مدينه نصر، ونروح هناك لزميلنا فاروق صلاح عشان يقول لنا اخر استعدادات الفريقين لمباراه اليوم. تحياتي ليك يا فاروق، وتحيات ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسامه حسني، وبرحب بالكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. موعد جديد بيتجدد معانا واستوديو الاشبال من هنا من ملعب النادي الاهلي، وقمه مباراه بطوله الجوله الخامسه لبطوله مواليد 2005، اللقاء اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي زد. مباراه قويه جدا، مباراه زي ما بنقول عليها مباراه قمه ما بين الفريقين. خليني اقول لك سريعا تشكيل الفريقين لهذا اللقاء. النادي الاهلي حراسه المرمى حازم جمال، قدامه اثنين مساكين احمد عبدين وطارق فوزي، في اليمين عبد الله بستانجي، وفي الشمال محمود لبيب. منتصف الملعب اللاعب قباقه يوسف سيد عبد الحفيظ، واللاعب يوسف سيد عبد الحفيظ وفارس خالد. قدامهم ثلاثي يوسف عفيفي، محمد عبد الله ومحمد رأفت. على الجانب الاخر تشكيل فريق زد لهذا اللقاء، عبد المنعم تامر في حراسه المرمى، قدامه الرباعي محمد عبد المنعم، عبد الحميد احمد، يوسف اشرف، مروان مرزوق. في نص الملعب بيلعب باربعه، عمر خضر، مروان محمود، مصطفى عكاشه، واللاعب مصطفى عكاشه ويوسف مدحت. قدامهم اثنين رؤوس حربه، عمر ياسر وعبد الله عبيد. النهارده طاقم تحكيم طبعا لهذا اللقاء بقياده الكابتن مبروك نبيل بيعاونوا اسامه السيد وعماد العقاد. حضرتك كنت بتتكلم على حراسه المرمى يا كابتن اسامه وضيوفنا الكرام، وبتتكلم ان دايما النادي الاهلي هو مصنع تصدير حراس المرمى للمنتخب المصري. يعني انا بيسعدني ان يكون معايا في هذه الأثناء واحد من الأسماء والقمم في حراسة المرمى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، والمشرف العام على قطاع حراسة المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كابتننا الكبير الكابتن أحمد ناجي. كابتن أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. كابتن أسامة في مستهل كلامه والكابتن حشيش والدكتور أحمد ثابت بيتكلموا إن دايما على مدار تاريخ الكرة المصرية حارس مرمى منتخب مصر كان دايما من النادي الأهلي، بيبقى دايما النادي الأهلي هو مصنع حراسة مرمى منتخب مصر. الأول بسلم على كابتن أسامة وكابتن حشيش والدكتور أحمد، ونتمنى إن شاء الله النهارده يبقى يوم حلو إن شاء الله، والولاد يعملوا حاجة كويسة بإذن الله. طبعا على مدار التاريخ زي ما أنت قلت من بداية كرة القدم في مصر، حراس مرمى النادي الأهلي متميزين، ودايما هم اللي فرصتهم أكبر لعوامل كتيرة جدا، المنافسات اللي بيلعبوا فيها، الضغوط اللي بيشتغلوا من خلالها، البطولات القاريه والعالميه طبعا بتدي لهم افضليه طبعا، بلس ان هم اساسا مؤهلين ان هم يكونوا حراس مرمى مصر وحراس مرمى النادي الاهلي، وده على مر التاريخ يعني مش من دلوقتي. وجود الكابتن احمد ناجي في منصب المشرف العام على حراس المرمى بتاع الناشئين بالنادي الاهلي مدي امال وطموحات كبيره جدا لكل جماهير النادي الاهلي، ان الكابتن احمد ناجي كلنا عارفين مردوده وعارفين النتائج الكابتن احمد ناجي سواء مع منتخب مصر او من النادي الاهلي. عايزك تطمن جماهير النادي الاهلي موجود هناك في نادي زد، ايضا الكابتن فكر صالح، اعتقد مسؤوليه كبيره جدا مسؤوليه حراس المرمى كابتن ناجي. لا طبعا من وقت ما تكلفنا بالمهمه واحنا بدانا شغل يعني دؤوب جدا وعمل كبير، وبدايه من فرق البراعم حاولنا من اول السنه نسكن كل الفرق فيها حراس مميزين، يعني صعودا الى بقى الفرق المنافسات كل الفرق فيها حراس مميزين جدا بنشتغل عليهم، نشتغل على المدربين كمان، في مدربين مميزين جدا. النهارده مع 2005 كابتن ابراهيم عبد الجواد تاريخ كبير، مدرب ليه سي في رائع جدا مع الأندية الدوري الممتاز، وبقى له سنتين معنا هنا في النادي الأهلي، في أكتر من مدرب في القطاع، مدربين مميزين واحنا بنشتغل عليهم بشكل جيد جدا بأسلوب علمي، بنطور في أداء المدربين عشان هم دول الأساس اللي هيطوروا الحراس. وطبعا المتابعة تقريبا يومية، أنا موجود في النادي تقريبا كل يوم من 11 ل 8 بالليل مع البراعم ومع الفرق، طبعا معايا تحت في البراعم الكابتن ابراهيم عبد العزيز، ده كمان خبره كبيره جدا جدا جدا، ومن الناس اللي المشهود لها بالكفاءه. نتمنى ان شاء الله مع مرور الوقت ان احنا يبقى النادي الاهلي زي ما انت بتقول في امان دايما في المنطقه دي، لان في حراس فعلا حراس واعدين جدا، واحنا شايفين ان شاء الله ان النادي الاهلي اذا احتاج منهم اي حد هيكونوا موجودين ان شاء الله.
يعني عايز اختم مع حضرتك كابتن ناجي، وما ينفعش يكون معايا كابتن احمد ناجي وما اسالكش على فكره اذاعه المباريات قطاع الناشئين، والنادي الاهلي دايما سباق، قناه النادي الاهلي دايما سباقه. شايف الامر ده ومردوده على اللاعبين، على كل فرد تحط اللعيبه تحت الاجواء تحت الضغوط؟ اعتقد نقطه مهمه جدا يا كابتن ناجي. لا يعني ان انت بتلعب في النادي الاهلي ده فده يعني ضغط كبير، وان كان ان احنا طبعا بنحاول نشيل الضغوط دي في المنافسات بتاعه الناشئين، لان هي الهدف منها ان انت يعني تخرج جيل جديد للفريق الاول. احنا كلنا هنا بنشتغل عشان الفريق الاول. في ناس بتبقى حظها كويس في الاحلال والتبديل بيبقى ميعادها مظبوط، وفي ناس شويه بتبقى الفرقه الدرجه الاولى بتبقى فيها المراكز بتاعتهم فيها ناس كويسه، فالنادي بدا يستفاد منهم برضو من خلال اعارات للانديه الكبيره، بيشتغلوا عدد ساعات لعب ويرجعوا النادي او يكملوا اعاراتهم او النادي بيستفاد منهم بشكل او باخر. لكن المهم الرئيسيه بتاعتنا ان احنا نبقى ستاند باي في اي وقت لاحتياجات الفريق الاول. شكرا، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونستمتع النهارده بالمباراه اللي تعتبر مباراه قمه النهارده. الله باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. كلام مهم جدا يا كابتن اسامه، احنا بنشتغل عشان الفريق الاول، بنشتغل عشان النادي الاهلي. كلام مهم جدا من الكابتن احمد ناجي، قيمه والقامه والمشرف العام على حراسه المرمى في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اقول لك هنا اجواء اكثر من رائعه، اجواء ممتازه جدا. لعيبه زد داخله الملعب بتسالنا على الاجواء، على المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي. حافز مهم جدا لاي فريق يجي يلعب على ملعب النادي الاهلي ان المباراه تكون متذاعه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. نتمنى مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ما بين الفريقين، ده عهدنا دايما بمباراه الفريقين، مباراه قمه زي ما قلنا، يستمتع بيها كل من يشاهد ويتابع هذا المباراه سواء من خلال ملعب مدينه الاهلي مدينه نصر او من خلال قناه النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كابتن اسامه طبعا لو في اي استفسار او اي تساؤل. نشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، واكيد هنتواصل معاك مره ثانيه.